النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف اللي شفناها امبارح كان فيها حالة حلوة جدا، حالة مصرية بديعة، إحساس جميل بجبر الخواطر، بالطبطبة، بفتح طاقات الأمل لأبطال قادرون باختلاف. تقليد رئاسي إنساني سنوي بيؤكد على أسمى القيم الإنسانية. اليوم ده أصبح مناسبة سنوية بنحتفي فيها كلنا، كل أطياف المجتمع المصري، بأصحاب القدرات والطاقات العظيمة جدا من ذوي الهمم. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول إن اليوم الجميل ده بنعيش عليه طول السنة، قادرون باختلاف، بإبداع، بتميز على صنع مستقبل بلدنا. الحقيقة أن دايما احتفالية قادرون باختلاف بتكون يعني حالة خاصة من التحفيز والدعم لذوي الهمم، بتعكس اهتمام الدولة بيهم، اهتمام بيترجم أو بيترجم لمبادرات متكاملة فيها دمج ومشاركة وتمكين وتشجيع. ويمكن امبارح كان في دعم مالي كبير من سيادة الرئيس بتخصيص 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف، والدعم ده بالتأكيد هيفرق كتير في الخدمات اللي بتوفرها الدولة لأصحاب الطاقات العظيمة من ذوي الهمم. صور مشرقة جدا ومبدعة جدا، كل المصريين امبارح تابعوا عبر الشاشات أبطال قادرون باختلاف، دعم بتقدمه الدولة المصرية من عام 2014 في كافة المجالات، في الخدمات التعليمية، الصحية، الرياضية، بيكون ليه أثر كبير جدا في حياة ذوي الهمم. 2018 تم تخصيصه أو أعلن السيد الرئيس بأن يكون عام للقادرين باختلاف وذوي الهمم. عشان كده بقى عندنا حقيقة نماذج كتيرة جدا ما تتعدش، لأبطال رياضيين، لمواهب فنية، لعقول مبدعة من ذوي الهمم في كافة المجالات. النماذج دي اتعرفنا عليها أكتر وقربنا منها في احتفالية قادرون باختلاف اللي كانت كلها طاقة أمل وسعادة من القلب. النوع ده من الاحتفالات في الحقيقة بيفرق جدا في حياة ذوي الهمم، بيفرق في عطائهم الدعم والدفع للأمام. شفنا امبارح تقديم أميرة حربي وهي بتقول إنه حياتها اتغيرت من أول نسخة في 2018، وهي بتقول إن هي وقفت تعليمها لكن بسبب قادرون باختلاف وسبب الاحتفاليات والدعم اللي لقيته من الدولة المصرية كملت تاني تعليمها، وبتقول أنا بالعكس دلوقتي بطمح إن أنا أكون يمكن وزيرة أو سفيرة في المستقبل. النوع ده من الدعم هو ده اللي إحنا عايزينه، هو ده اللي إحنا عايزين نشوفه لأولادنا، هو ده اللي عايزين نشوف أولادنا بتحققه. أنا عايزة أبقى وزيرة، أنا عايزة أبقى سفيرة، أنا عايزة أكبر، عايزة أحقق نجاح، عايزة أبقى منتج. فده اللي احنا حابين ان احنا نشوفه، ده الابتسامة والفرحة والبهجة اللي احنا شفناه امبارح في الاحتفالية. شفنا كمان اهتمام الدولة بمراعاة اي حاجة ليها علاقة بذوي الهمم، مراعاة الكود الهندسي يمكن للمباني، عشان النهاردة اي حد من ذوي الهمم او صاحب اي نوع من انواع الاعاقة يقدر انه يتحرك بكل سلاسة في اي مبنى يدخله. مراعاة طبعا الدعم الصحي بجودة عالية تليق بكرامة كل المصريين. على كل حال احنا النهاردة معانا نماذج كتيرة جدا ملهمة من ذوي الهمم هيشاركوا او اللي شاركوا امبارح في الاحتفالية، هنتكلم معاهم النهاردة ونحتفل بيهم مرة تانية. ويعني تابعونا، نماذج فعلا جميلة ورائعة زي ما انت قلت يا بسنت، وحنتابعها مع حضراتكم النهاردة وحنشوف ازاي المصريين دول قادرين فعلا ان هم يصنعوا فرق في مجتمعنا. زي ما انت قلت يا بسنت فعلا هم قادرون باختلاف على صنع فرق في بلدنا ومستقبل بلدنا ان شاء الله. ان شاء الله. فتابعونا النهارده في خلال الحلقه مره تانية بنصبح عليكم، واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.